أعزائي المشاهدين، دعونا نسافر عبر الزمن لنقف على أبرز المحطات الجوهرية التي شهدتها الدرعية تاريخيا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا. أرحب بضيفي الدكتور بدران الحناحن، مدير عام إدارة الاعتماد الثقافي والتاريخي. هلا وسهلا بك دكتور بدران. الله يحيي كريم، الله يحييكم في حي طريف التاريخي، موطن الملوك الأبطال في الدرعية، حيث قصتنا، قصة يوم التأسيس، قصة الدولة السعودية الأولى. طبعا أنا أولا سعيدة بإجراء هذا اللقاء معك، خصوصا أنه هنا إحنا في قلب نجد، حي طريف التاريخي من أمام قصر سلوى. يعني صراحة مشاعر كثير تنتابني الآن، خصوصا وإحنا نستذكر هذا التاريخ وهذا الماضي العريق. طبعا نعيش هذه الأيام يوم الاحتفال بيوم التأسيس. لو نتكلم بداية عن الدرعية وهي مهد الدولة السعودية، ما تعليقك؟ يعني احنا دائما محظوظين بيوم التأسيس، يعني يوم يذكرنا بكل سنة بقصة عمقنا التاريخي، بقصة 300 سنة من تاريخ الدولة السعودية الأولى، قصتنا قصة وحدة، قصة عمقنا السعودي. أول يعني احتجنا كسكان شبه الجزيرة العربية مئات السنين حتى أن تمت هذه الوحدة من الدرعية، وحدة من الخليج للبحر الأحمر، من أطراف شمال الجزيرة العربية إلى جنوبها، كلها العملية السياسية كانت تدار من قصورها الطين من حي الطريف التاريخي. يعني أنا دائما أذكر أن هذا اليوم يعني الدرعية محظوظة أن يتم استذكارها كل عام بيوم التأسيس، استذكار قصتها، استذكار أثرها في تاريخنا الوطني. طبعا فيعني دائما مثل هذه الأيام تذكرنا، الأيام الوطنية تذكرنا بعمقنا التاريخي، بقصتنا التاريخية، بتاريخنا الوطني المنطلق من الدرعية. نعم، كيف كانت أبرز ملامح حقبة الإمام محمد بن سعود السياسية والعسكرية والتنموية أيضا؟ يعني الإمام محمد بن سعود سري الأسرة، قبل توليه الحكم أسرة تعاقبت على الدرعية وأسست الدرعية من 300 عام. نعم. وتحديدا من 1446 ميلادي، وافقها بالهجرة 850 على يد الأمير مانع المرادي. بعد تقريبا 300 سنة كانت الدرعية في خلالها يعني من ضمن البلدات الشهيرة في منطقة نجد، وتمر منها خطوط الحج والتجارة للحاج العابر من شرق الجزيرة إلى مكة، وكذلك للخط التجارة الآتي من جنوب شبه الجزيرة العربية، وكانت من البلدات المهمة. لكن الإمام محمد بن سعود في تحديدا في سنة 1727 عندما تولى الدرعية يعني تغير المفهوم من أنها أشهر البلدات الموجودة في نجد إلى أنها عاصمة، قادت يعني أول عملية يعني وحدة لسكان شبه الجزيرة العربية من مئات السنين. نعم. هذا هو المفهوم اللي تغير من الدرعية المدينة إلى الدرعية اللي أصبحت عاصمة للدولة السعودية الأولى. مفهوم يعني نستشعر إحنا كسكان شبه الجزيرة العربية في فترة كيف كان ما قبل الدرعية. نعم. الأوضاع الأمنية والأوضاع حتى الثقافية والأوضاع السياسية من حيث يعني التناحر الموجود، من حيث البلدات المتناحرة. لكن بعد فترة الإمام محمد بن سعود وفترة تأسيس الدولة السعودية الأولى تشعرنا كأهمية الدولة السعودية الأولى وأهميتها التاريخية لنا كسعوديين وقصتها. يعني إحنا لما تحتاج أن تعرف أهمية معرفة أهمية تاريخ الدولة السعودية الأولى، اقرأ تاريخ أحوال شبه الجزيرة العربية ما قبل القرن الثامن عشر. نعم. وتعرف الأهمية، تعرف قد إيش تأثيرها السياسي في المنطقة. مصبوط. يعني تأثيرها العظيم اللي اليوم إحنا على أثره. صح. هذه الاستذكارات يعني نحتاج أن نفهم تفاصيلها. اليوم أنا أدعو الجميع لفهم هذه التفاصيل من خلال قراءة في تاريخ الدولة السعودية الأولى، قراءة في شخصية المؤسس الإمام محمد بن سعود الجد الخامس من ولاية خادم الحرمين الشريفين. فهم هذه التفاصيل نفهم عمقنا التاريخي، نفهم قصة وحدتنا السعودية اللي ابتدت من 300 سنة. نعم نعم. أيضا ضروري أننا نتحدث عن الجانب الثقافي في الدولة السعودية الأولى وأهمية الخرائط التاريخية. طيب، يمكن على أثر الأمن والسلام والوحدة اللي ابتدتها الدرعية أصبحت هناك الجوانب عديدة، من ضمن الجوانب الاقتصادية والثقافية والتعليمية. الجانب الثقافية والتعليمي أتت بعد ما
استقر الأمن والسلام في المنطقة. أصبحت الدرعية يعني مكان يعني مكان جذب لطلبة العلم للعلماء، وكذلك الطلبة الآتون يعني من مختلف أرجاء شبه الجزيرة العربية ومن خارج شبه الجزيرة العربية القادمون للدرعية، يعني على أثر الأمن اللي ابتداه الإمام محمد بن سعود، كانت الدرعية تعتبر يعني من أهم المدن العلمية الموجودة في المنطقة، وأصبحت هناك كثير من ما أشبه بالمدارس وحلقات العلم الموجودة اللي يتم تدريس فيها اللغة العربية وكذلك الدين وكذلك الحساب وغيرها. وكانت من أشهر اللي أخرجت الكثير من نوادر المخططات السعودية اللي اليوم يعني نشوف فيها قمة النضوج التعليمي في الدرعية، من ناحية كذلك صناعة الحبر، من ناحية كذلك المخطوطات، من ناحية كذلك النقوش اللي موجودة فيها، من ناحية كذلك صور الألوان المستخدمة. يعني أنا أختريم يمكن لو تشاهدين نوادر المخطوطات المكتوبة في عصر الدولة السعودية الأولى نعرف معنى جودة الحياة من ناحية ما بعد الأمن والسلام. الزخارف الموجودة يعني قمة الفنون موجودة في النوادر المخطوطات السعودية فترة الدولة السعودية الأولى. هذه أثر إيش؟ أثر ما بعد الأمن والسلام. طبعاً. عملت الهيئة على يعني رصد مخطوطات الدولة السعودية الأولى ورصد هذه الفنون فيها من ناحية الصور النباتات، من ناحية المخطوطات. كذلك عملت الهيئة على نقطة الجمع، بحكم أن الدرعية أصبحت في القرن 18 و19 من أشهر المدن وكعاصمة للدولة السعودية الأولى، فأصبحوا كثير من المستشرقين وكثير من العلماء والجغرافيين يدرجونها كأهم المدن المدرجة في الخرائط التاريخية. فرصدنا كثير من الخرائط العالمية سواء من مصادرها الأجنبية، من مصادرها البريطانية والألمانية وغيرها في القرن 18 اللي رصدت الدرعية، وتقريبا تتجاوز أكثر من 180 خريطة تاريخية رصدت الدرعية كعاصمة وكمدينة لها يعني قيمتها السياسية والاقتصادية والثقافية على واقع الخرائط العالمية. هذا يعني وتم رصده ولله الحمد، فهي تطرق الدرعية في كتاب الدرعية في الخرائط التاريخية. بالإضافة كذلك اختريم على سؤالك واقع الثقافة، تم رصد العديد من جمالية المخطوطات السعودية في القرن 18، نتكلم تقريبا 250 سنة 300 سنة، قمة الجمال الموجود فيها في الدرعية. رصدنا العشرات الموجود من المخطوط سواء داخل المملكة أو خارجها اللي تخص فترة الدرعية، فترة الدولة السعودية الأولى. نعم. أيضا نسمع عن بشت البرقة، ما قصة هذا البشت ومن ارتداه؟ يعني يمكن في يوم التأسيس، من بركات يوم التأسيس، استذكروا السعوديين أزياءهم التاريخية في مختلف مناطق المملكة. من ضمن هذه الأزياء هو زي يعني منتشر في عهد الدولة السعودية الأولى وفق رسمة الإمام عبد الله بن سعود اللي رسمها في كتاب فليكس منجان. ارتدى الإمام عبد الله بن سعود بشت البرقة، وهو بشت يعني كان متعارف عليه في فترة الدولة السعودية الأولى لدى الأئمة. هذا البشت تم يعني التركيز عليه وفق الواقع كان موجود في الدرعية للملابس لفترة الإمام عبد الله بن سعود. طبعا البشت تقريبا يعني شبه اندثر في الفترات الماضية ما عدا على نطاق ضيق، يمكن أجدادنا نتكلم عن قبل 70 إلى 80 سنة يستذكرونه، لكن بدأ يختفي. فهيئة التربة الدرعية يعني في مقتبل فرحتنا بيوم التأسيس كيوم الأول ليوم التأسيس بدأت تسلط الضوء على معرفة هذا البشت، وبدأت تسلط الضوء كيعني معرفة تفاصيله وقصة التاريخية. وكذلك استعرضنا كثير من الصور سواء للإمام عبد الله الإمام الرابع والأخير للدولة السعودية الأولى، وكثير من الصور اللي ارتدوها كثير من أفراد الأسرة السعودية المالكة بحكم أن الدرعية موطن الملوك والأبطال والطريف يعني مصنع لأفراد السعودية الأسرة السعودية المالكة. تم استعراض كثير من صور البرقة ارتدوه عدد من أفراد الأسرة السعودية المالكة، ومن ضمنهم كذلك الأمير تركي الأول ابن الملك عبد العزيز. العرضة السعودية التاريخية الأصيلة تحظى باهتمام بالغ من الأسرة المالكة، كلمنا عن هذا الموروث الثقافي اللي نفتخر فيه. طبعا
طبعا يعني العرض السعودية مسجل من ضمن التراث الغير مادي في اليونسكو، والعرضة موجودة أختريم في كل مكان، لكن مو بسر أن أهل الدرعية هم الأميز، وتحديدا أقليم العرض هم الأميز بالعرضة السعودية بحكم ارتباط الأسرة السعودية المالكة وقصتنا التاريخية اللي ابتدت من الدرعية. فكثير يعني هذه الرقصة الحربية اللي يعني متعارف أن أفراد الدرعية أفراد المجتمع المحلي هم الأمهر فيها، فمن هذا المنطلق تم في هيئة التطوير الدرعية يعني تقديم مبادرة اسمها الدرعية بيت العرضة. نعم. وفق الواقع التاريخي موجود في الدرعية، ابتدى من قبل الدولة السعودية الأولى، وكذلك في فترة الدولة السعودية الأولى كثير من القصص المرتبطة بالدرعية، سواء فترة الإمام محمد بن سعود أو فترة الإمام عبد العزيز، أو حتى في انتصارات الدولة السعودية الأولى في التوسع في الجغرافي. فعلى هذه الانتصارات تم يعني رصد الكثير من الأشعار والقصائد المرتبطة بالدرعية وبالعوجة وبالأسرة السعودية المالكة وبتاريخنا الوطني. فمن خلال مبادرة درعية بيت العرضة تم استهداف النشأ تحديدا من سنة 12 إلى سنة 17 سنة، وهذه الفئة تم استهدافهم من ناحية تعلم العرضة السعودية مع أمهر مؤدين العرضة السعودية الموجودين اليوم اللي هم من أهل الدرعية، وهذه فيها استثمار المجتمع المحلي، وكذلك معرفة للنشأ، وكذلك فيها تفعيل لأحد أهم الأماكن الموجودة في الطريف اللي هو قصر الأمير ثنياب بن سعود. هو قصر مهيئ أنه يكون كمدرسة أولية للعرضة السعودية. فبعد ذلك بعد دورات عديدة وإطلاق من خلال موقع إلكتروني لهيئة التطوير الدرعية، تم اختريم تدريبهم على الزي، تم تدريبهم على حفظ القصائد، تم تدريبهم على أهم نقطة اللي هي أداء العرضة السعودية. وبعد ذلك اختريم يتم تقييمهم وفق مختصين في العرضة السعودية وفق ثلاث نقاط: الزي والأداء وكذلك مهارة حفظ القصائد، وينتقلون لمرحلة مسابقة وفق لجنة التحكيم، ويتم تقييمهم يعني الأول والثاني والثالث على فترات يعني من النقاط الأسئلة اللي يسألونهم إياها لجنة التحكيم. وبعد ذلك يظهر لنا ثلاثة أربعة من نشأ من أميز اللي إن شاء الله يعني من المأمول يتم استثمارهم في المستقبل في العرضة السعودية. نعم. هذه أبرز النقاط للعرضة السعودية، وهو تقريبا هي من ضمن الرزنامة السنوية اللي هيئة التطوير الدرعية تحرص كل عام على يعني تفعيل هذه المبادرة. نعم. مبادرة الدرعية بيت العرضة. شكرا لك دكتور بدران الحناحن، مدير عام إدارة الاعتماد الثقافي والتاريخي، أثريتنا في هذا الحوار الشيق الرائع اللي استذكرنا فيه تاريخ أمجادنا العريق. شكرا لك. شكرا اختريم على الاستضافة، وبإذن الله يعني نطلع يعني دائما ما يعني استذكر هذا اليوم في معرفة تفاصيل تاريخنا السعودي، ويعني إذا وجب التنويه يعني أن هذا اليوم يذكرنا بكتابتنا في تاريخ الدولة السعودية الأولى في كثير من النقاط اللي نحتاج باحثين يتم يعني الكتابة فيها والاستذكارها، كثيرها موجودة في المصادر بس تحتاج الباحثين اللي يعني يخرجونها للعلن. فاليوم مثل هذا اليوم مثل يوم التأسيس يذكرنا بالكتابة في تاريخ الدولة السعودية الأولى، يذكرنا بالكتابة بشخصية عظيمة مثل شخصية الإمام محمد بن سعود. فكل الشكر والتقدير على حضوركم الحي طريف موطن الملوك والأبطال. شكرا لك. الله يحفظك.